توقعت S&P Global أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 0.8% في 2024 و 4.7% في 2025، ذلك أقل بنحو 0.6 نقاط الأساس مقارنة بتوقعات شهر سبتمبر الماضي. الوكالة قالت إن ذلك يعود إلى خفض توقعاتها لإنتاج السعودية من النفط ونمو القطاع غير النفطي السعودي. S&P Global حافظت على توقعاتها للتضخم في المملكة عند 1.8% هذا العام، بينما توقعت أن يبلغ التضخم 1.7% في 2025 مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.6%. ينضم إلينا من الرياض فضل بوعينين، وهو عضو مجلس الشورى السعودي. أهلا بك سيد فضل، صباح الخير. يعني تابعنا توقعات S&P Global، خفضت من توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي لهذا العام وحتى 2025، أشارت إلى إنتاج أقل للنفط ونمو القطاع غير النفطي بأقل من التوقعات، تحديدا في الربع الثالث من هذا العام، هذا ما ظهر بالبيانات الرسمية. إلى ماذا يرجع برأيك تباطؤ القطاع غير النفطي، وهل هي عوامل مستدامة لفترة من الآن برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعتقد أنها عوامل مستدامة، بل على العكس من ذلك، أنا ربما أخالف هذه التوقعات. من المتوقع أن يكون هناك نمو أكبر في القطاع غير النفطي السعودي، خاصة وأن هناك توسع كبير في الإنفاق الحكومي، استمرار على الميزانية التوسعية للإنفاق على المشروعات الكبرى، إضافة للدعم الكبير الذي يحصل عليه القطاع الخاص. كل هذه الأمور ربما تعزز القطاع غير النفطي، ولكن يجب أن نركز على كلمة سمو ولي العهد أمير محمد بن سلمان عندما أعلنت الميزانية وأشار إلى التحديات الاقتصادية العالمية. فلا بد، فالاقتصاد وجزء من الاقتصاد العالمي، وبالتالي أي تأثر للاقتصادات العالمية سينعكس سلبا أو إيجابا على الاقتصاد السعودي. هناك نقطة أيضا مهمة يجب أن نشير إليها، التغيرات التي حدثت في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية ربما بظلالها على الاقتصاد العالمي، خاصة وأنا نشهد اليوم تلميحات على وضع ضرائب وحمائية خاصة تجاه الصين ودول أخرى، وبالتالي هذا سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي، ربما يؤثر على جميع اقتصاديات العالم بما فيها الاقتصاد السعودي. نعم. صحيح. إذا لخصنا ربما التحديات الرئيسية التي قد تواجه الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة في تحقيق أهداف النمو المستدام والطموحة التي تسعى إليها السعودية، بماذا نلخصها؟ بما ذكرت حضرتك ربما من سياسات حمائية وغير ذلك، أم ربما تكون متعلقة بتقلبات أسعار النفط من جهة، توترات المنطقة من جهة أخرى، ماذا ترى؟ أنا أعتقد أن هناك ثلاث تحديات رئيسة. الأول متغيرات الاقتصاد العالمي، وأشرت إليها فيما يتعلق بالحماية الدولية التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية فرضها، وربما لا يحدث ذلك، ولكن هذا ما نراه اليوم. النقطة الثانية أيضا، دخول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية سيفتح الباب أمام شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك تلميحات أيضا بعزم الرئاسة الأمريكية على فتح الباب لرفع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الصادرات الأمريكية، وهذا سينعكس على أوبك بلس الأكيد، وهذا سيحد أيضا من قدرة دول النفط بما فيها المملكة العربية السعودية على تحقيق نمو في إيراداتها النفطية. المحور الثالث وهذا هو الأهم، التحديات الجيوسياسية، وهذه لا يمكن استبعادها عن أنني أعتقد أن هذه التحديات الجيوسياسية هي الأكثر تأثيرا على المنطقة، وبالتالي انعكاساتها على اقتصادات المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية. هناك تحدي ربما يتم تجاوزه فيما يتعلق بالتمويل للقطاع الخاص، السيولة في الاقتصاد، كل هذه الأمور يمكن التغلب عليها، ولكن المحاور الثلاثة الأولى لا يمكن التغلب عليها لأسباب مرتبطة بأنها متغيرات خارجية وليست داخلية. نعم.
يعني بكل الأحوال ربما التركيز واضح على تنويع الاقتصاد، على يعني حمايته ضد أي تأثيرات قد تكون كبيرة في هذه المرحلة. نمو تبعناه بالربع الثالث كان بدعم من قطاع التجارة وأيضا قطاع الضيافة، يعني زادت نسبة مشاركتها بنمو الناتج المحلي بشكل عام. هل ممكن الاعتماد ربما على الأحداث الثقافية الترفيهية ربما لتوقع المزيد من الإنفاق الداخلي في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة؟ إلى أي مدى هذا العامل سيكون داعم كبير وسيتم التركيز عليه ربما بشكل أكبر في الفترة المقبلة؟ طبعا حتى في صندوق الاستثمارات العامة على سبيل المثال هناك تصريحات تشير إلى أنه أعاد هيكلة إنفاقه فيما يتعلق بالمشروعات الداخلية بالتركيز على المشروعات الأكثر فائدة للاقتصاد، وهنا تركيز أكبر على قطاعات واعدة ومنها القطاع السياحي على سبيل المثال، بما في قطاع الضيافة، أيضا قطاع التعدين وهذا قطاع غاية في الأهمية. أعود لقطاعين مهمين فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد وأثرهما على الاقتصاد المحلي. الأول أشرت الضيافة، نعم هناك نمو في مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي المحلي من 3% إلى 5%، وهناك استهداف لأن ترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 10%، وبالتالي الأكيد أن هناك انعكاس كبير سيحدث في هذا القطاع. عندما نربط السياحة أيضا بالترفيه نجد أن المملكة تحولت إلى مركز للسياحة في المنطقة، إضافة إلى استقطابها من خلال مناشطها الترفيهية التي أصبحت تمثل المركز الأول ربما يكون في المنطقة، وبالتالي سينعكس إيجابا على الإيرادات غير النفطية. فيما يتعلق بالقطاع الصناعي والتعدين أعتقد أن إلى اليوم من القطاعات الواعدة وسيكون له انعكاس أيضا على الإيرادات غير النفطية بشكل عام. أنا لست يعني قلقا سيد فيما فضل يتعلق، هذه نقطة مهمة تطرحها حضرتك، إلى ماذا يحتاج لزيادة مشاركته بدعم نمو الاقتصاد قطاع التصنيع تحديدا، أم أنه فقط يلزمه بعض الوقت ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك؟ بالأكيد أن نحن على القطاع الصحيح، والأكبر مثال على ذلك النمو الكبير في عدد المصانع التي تم افتتاحها في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية. وزارة الصناعة تقوم بجهد كبير، صناديق الدولة أيضا الصناديق التمويلية تدعم دعما كبيرا القطاع الخاص والشركات. اليوم أصبح هناك تشريع خاص بالاستثمار يوازي فيه المستثمر الأجنبي بالسعودي، وبالتالي المستثمر الأجنبي سيحصل على كامل الدعم إضافة إلى التمويل من هذه الصناديق التمويلية في المملكة، وهذا سيعزز القطاع الصناعي بشكل أكبر وستكون مساهمته أكبر في الاقتصاد. النقطة الأخيرة ستكون له مساهمة كبيرة أيضا في معالجة البطالة، ونحن نشهد اليوم انخفاضا حادا في البطالة وانعكاس هذا بشكل كبير بالقطاع السياحي والقطاع الصناعي. نعم، شكرا لك دائما من الرياض فضل بوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا على وجودك معنا. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.